العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأخ العزيز الأستاذ الدكتور أحمد عزيز السفارة، والأخ العزيز الأستاذ الدكتور أحمد السماحي، وزميلي الأستاذ الدكتور أحمد الصغير قرر المؤتمر الذي له بصمات في الكيمياء في جامعة سوهاج وفي ليبيا وما إلى ذلك، وسعدت سكرتير محافظة البحر الأحمر الزملاء والزميلات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسألتم صباحا جميعا. أتشرف أن أكون بينكم في هذا الصباح، هذا الصباح الجميل في هذه المنطقة الجميلة من مصر. قبل دقائق تكلم الدكتور أحمد عزيز من هذه زيارة 60 إلى مصر، وربما أكثر يا دكتور أحمد. مصر بلدنا كلنا، مصر أم الدنيا، هي بلد العرب كلها. لذلك لما نأتي إلى مصر نأتي إلى أي بلد عربي. وحقيقة دائما ندعو الله سبحانه وتعالى أن يحمي مصر ويحمي أهل مصر. إذا ربنا حمى مصر فهو حمى كل الأمة العربية. لذلك ماذا يصير؟ ماذا يجري الآن؟ ماذا حدث قبل يومين؟ الله يبعد كل الشر عن مصر وعن كل الوطن العربي. فلذلك نأمل إن شاء الله أن يكون الأمن والاستقرار موجود في كل بلدان العربية. أنا أتيت من الأردن، أنا أمين عام اتحاد الجامعات العربية، وقد نظمنا مثل هذه المؤتمرات الكثيرة في الأردن في جامعة وفي جامعة القبيلة التقنية، وشارك الكثير من الزملاء الجالسين هنا. اتحاد الجامعات العربية، أحب اللغة العربية، اللي هم الزملاء العرب الدرجة الأولى. اتحاد الجامعات العربية بدأ في عام 1964، وفي عام 1969 احتضرت جامعة الإسكندرية أول مؤتمر عام لرؤساء الجامعات العربية.